أعزائي الحضور، سعدتم مساء. إن تاريخ الحركة النسائية لا يمكن أن تتم بمعزل عن تاريخ وصيرورة تطور أي مجتمع من المجتمعات من أجل الديمقراطية والحداثة في كل مراحل المد والجزر والانتكاسة التي عرفناها. فالمتتبع لتاريخ ظهور الحركات النسائية في العالم يجد أنها لم تكن وليدة الصدفة أو مجرد ديكور يلمع صورتها الاجتماعية أو للوجاهة والشهرة، بل جاءت من عمق الثورات الاجتماعية والاقتصادية التي اجتاحت العالم من أجل التغيير لحياة أفضل، حيث ظهرت الموجة الأولى من الحركات النسائية في الولايات المتحدة التي كانت تهدف إلى الحصول على حقوق المرأة الحديثة من القرن 19 حتى بداية القرن 20، حيث كانت تهدف إلى محاربة العبودية والمجتمع القديم، وذلك للحصول على الحقوق السياسية والمدنية. ثم تراجع دور المرأة في عهد النازية. في سنة 1912 تم إقصاء المرأة وإرجاعها إلى البيت، وتم إبعادها من الحياة السياسية والمنظمات النسائية من الظهور. إلا في جمهورية فايمر الألمانية كانت كلارا زيتكون رمزاً للحركة النسوية الألمانية. بعدها تطورت الحركات النسائية حيث ظهرت في القرن 19 في ظروف الثورة الصناعية، وتركزت على حصول النساء حقوق الانتخاب والترشيح. أما في العصر الحديث فقد ظهرت في الستينات من القرن العشرين في عهد الاحتجاجات على الحقوق المدنية المسلوبة في الولايات المتحدة واحتجاجات الحركة الطلابية. بعدها تطورت إلى المطالبة بالمساواة الكاملة. أما في البلدان العربية فقد برزت الحركات النسائية إلى جانب الرجل خلال مسيرة الكفاح الوطني وحركات التحرر العربية من أجل الاستقلال والنضال الاجتماعي والعدالة والمساواة، وقدمت التضحيات ضد المستعمرين والمحتلين الأجانب، وسقطت منهن شهيدات في المواجهة مع المستعمر. كما نظمت النساء العربيات صفوفهن وشكلن المنظمات النسائية والاجتماعية غير مبالين بالتقاليد المحافظة السائدة، وذلك من أجل الحصول على حقوقهن المشروعة. والمتتبع للحركة النسائية في الخليج العربي نجد أنها لم تتشكل إلا في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، حيث كان لهيئة الاتحاد الوطني في البحرين والأحزاب السياسية كجبهة التحرير الوطني البحرانية في تشكيل المنظمات النسائية جنباً إلى جنب في حركة الاحتجاجات التي قامت في 1955 و 1965. كان له الأثر الكبير على المرأة التقدمية في البحرين، مما أعطاها دفعة كبيرة في إنشاء جمعيات نسائية لها وتأطير العمل الاجتماعي فيها. في نفس العام سنة 1955 حيث تأسس نادي للسيدات على يد زوجة اللورد المعتمد بلغريف مع مجموعة من السيدات والتجار، ومنهن عائشة يتيم وسلوى العمران، وهؤلاء كانوا من الطبقة الأرستقراطية. قامت بعمل بعض الأعمال التطوعية في مجال الإعانات والخياطة، ولكن النادي لم يستمر إلا 4 شهور وتم إغلاقه، حيث حصل له معارضة من رجال الدين، مما شكل انعطافة جديدة في تاريخ الجمعيات النسائية في البحرين، وذلك بتأسيس وولادة جمعية نهضة فتاة البحرين كأول جمعية نسائية في الخليج والجزيرة العربية، حيث كانت رائدة من رواد المنطقة وتبني قضايا المرأة والدفاع عنها. في نفس العام كانت المطالب في البداية بسيطة ومتواضعة،
حيث كانت تقتصر على أنشطة خيرية وإعانات للأسر الفقيرة مثل جمعية رعاية الطفل والأمومة والتي تأسست سنة 1960. ولكن بافتتاح فصول لمحو الأمية للنساء برزت مطالب جديدة لدى المرأة، وذلك في فترة السبعينات حيث تأسست جمعية أوالي النسائية وجمعية فتاة الريف. هاتان الجمعيتان نشأتا وقت تشكيل البرلمان وفوز كتلة الشعب بالمقاعد البرلمانية، وكانت من أهم أهدافها هو المطالبة بحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. وهذا ما نراه اليوم، فبعد سنوات من النضال تغير مفهوم الجمعيات النسائية وأصبح لديها عدد من المطالب ضمن منظمات المجتمع المدني تدعو إلى منح المرأة حقوقها كالرجل، وتساير العولمة بكل سلبياتها وإيجابياتها، وتحول مفهوم العمل الأهلي من رعاي خيري إلى تنموي في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وإقامة مشاريع تنموية مختلفة وتمكين المرأة دون أي تمييز يذكر، وأن تصبح المرأة إنساناً كامل الأهلية والحقوق. وكذلك في المجال الحقوقي باتت تطالب وبقوة من أجل إصدار قوانين عادلة تحميها من العنف الأسري وتنظم الحقوق الأسرية والزوجية مثل قانون الأحوال الشخصية. هكذا توالت نضالات المرأة في تحريك قضيتها وبإشراك الرأي العام معها في جميع الاتحادات النسائية والحقوقية والسياسية في المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية. لكن يبقى السؤال والمطلب الملح أمامنا، وهو كيف يمكن للجمعيات النسائية أن ترتقي بمطالبها في الوقت الذي تحاصرها العادات والتقاليد ويغلبها الروتين والرتابة في أنشطتها؟ هذا ما ستتحدث عنه الأستاذة فوزية مطر. والأستاذة فوزية مطر غنية عن التعريف، فهي عضو مؤسس في جمعية أوالي النسائية ومستمرة إلى الآن، كما أنها ناشطة نسائية وكاتبة صحفية لها العديد من المقالات الصحفية في شؤون المرأة والشأن العام، ولها باع طويل في العمل النسائي التطوعي. فلتتفضل. مشكورة. مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا بجميع الحضور، وأشكركم على تشريفي بحضوركم الليلة، وشكرا للأخت حياة الموسوي على تقديمها لي. وللأمانة لي ذكريات قديمة مع الأخت حياة وشقيقة نجاة الموسوي، فمن بداية السبعينات لما صار الحراك في تأسيس الجمعيات كانت جمعية أول اللي أنا عضو فيها أو عضو مؤسس بالأحرى، كانت قد نالت لتوها الإشهار، وتواصلنا مع جمعية فتاة الريف. صار كنا شابات صغيرات نتفجر بالطاقة والطموح، وتبادلنا مع بعض الجمعيتين علاقات جميلة وتعاون ودعم. شكرا لك. أتقدم بالشكر أيضا إلى العزيزات في قطاع المرأة بالمنبر التقدمي وبرئاسة الصديقة فهيمة درويش على تشريفي بمشاركتكم في مناقشة موضوع أو مسألة هامة خاصة وعامة. خاصة لأنها تتناول مؤسسات العمل النسائي الأهلي، والمقصود تحديداً الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي. وعامة لأن بتقديري أو بظني أن
التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات ممكن أن تسري وتنطبق على الكثير من مؤسسات المجتمع المدني عندنا في البحرين في الوقت الراهن. أيضا أحيي يعني أقدم تحيتي وخالص تقديري للناشطات في الحركة النسائية البحرينية أو في مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات العمل النسائي الأهلي، اللواتي رغم الصعوبات والمحبطات لازلنا يمسكنا الجمر ويواصلنا الجهد والعطاء. ويمكن يعني في منهم من الحضور الكريم اللي أحييهم وهم أحق مني بالجلوس هنا. صحيح أني عضو في جمعية نسائية، لكن ذلك يتضاءل أمام الجهد الحالي الذي يبذلنه، فلهن التحية والتقدير. ذكرت الأخت حياة نبذة سريعة سأستكملها نوعا ما وننتقل إلى الوضع الراهن. هو العمل النسائي الأهلي، وإن ممكن نسميه الحركة النسائية البحرينية، مرت بثلاث مراحل أو ثلاث انطلاقات، وكل الانطلاقات هذه كلها يعني تظهر مدى ارتباط الحركة النسائية بمحطات حراك شعب البحرين في عمومه، يعني هالشعب الحيوي الذي يعني ما أن تتيح له سانحة انفراجة ولو بسيطة أو هامش من الحرية إلا وأظهر ما يتوق إليه من حراك تعبير عن رأي وطرح مطالب. الانطلاقة الأولى تحدثت عنها الأخت حياة كانت في الخمسينيات، وجاءت كثمرة لتوسع تعليم البنات في البحرين، وأيضا لما جرى من انفتاح ثقافي واجتماعي نسبي تمخضت عن الثلاثينيات والأربعينيات، إلى جانب طبعا صعود الحركة السياسية وتناميها وتكوين تنظيماتها. فمثل ما قالت تأسس نادي سيدات البحرين سنة 53، ومن رحمه خرجت جمعيتان لما توقف وانتهى دوره. خرجت جمعية نهضة فتاة البحرين سنة 55 وجمعية رعاية الطفل والأمومة سنة 60. الموجة الثانية أو الانطلاقة الثانية جاءت في السبعينيات، أو بالأحرى بدأت عشية التبلور التوجه نحو إعلان استقلال البحرين وتصاعد الحركة السياسية في البلد وتعزز دور اليسار على تلاوينه وتأثيره في المجتمع، إلى جانب نهوض اجتماعي كبير لمختلف الفئات التي تحركت لتأطير نفسها في هيئات ومنظمات تمثلها وتعبر عن طموحاته. تأسست الموجة الثانية اللي هما في سنة 70 جمعية أول النسائية، جمعية الرفاع الثقافية الخيرية، وجمعية فتاة الريف اللي لم تشهر لكنها ظلت تعمل حتى أشهرت في الألفية الثالثة.
أيضا جمعية نهضة فتاة البحرين حدثت لها نقطة تحول كبيرة، حيث دخلتها عناصر شابة ودماء جديدة، وطرحت أهداف أخرى وبرامج عمل يعني تلائم المرحلة. وفي 74 تأسست جمعية النساء الدولية. الانطلاقة الأخيرة أو الثالثة هي مع دخول الألفية الثالثة وتولي جلالة الملك مقاليد الحكم وطرح المشروع الإصلاحي و يعني توفر هوامش غير مسبوقة من الحريات، أيضا نهوض حركة سياسية، نهوض مجتمعي كبير، توجه العديد من الفئات أيضا لتشكيل جمعيات تمثلها وتعبر عن رأيها، وعلى رأسها الجمعيات السياسية، الجمعيات الحقوقية. وفي هذا الاتجاه أيضا تأسست مجموعة من الجمعيات النسائية سنتطرق لها. أيضا في هذه الفترة العقد الأول من الألفية الثالثة تأسس الاتحاد النسائي البحريني، والاتحاد في رأيي يعني يواجه التحديات تقريبا نفسه. سأعطي بعض الضوء عن الاتحاد. الاتحاد النسائي يعني من نافلة القول أن نقول أنه هو جاء تتويج ل جهود الجمعيات النسائية ومساعيها الحثيثة في طرح مطلب تأسيس الاتحاد من أوائل السبعينيات. وحتى لما يعني سارت خطوات تأسيسه مر بمخاض عسير جدا، حتى أشهر في 2006 من 12 جمعية، فهو اتحاد نوعي للجمعيات السياسية، عفواً للجمعيات النسائية. وما أن أشهر الاتحاد النسائي حتى أمسك ملفات حقوق المرأة واشتغل عليه بكل جد، وفتح قنوات تواصل في يعني في طريق المطالبة بهذه الحقوق أو معالجة ملفات مع المؤسسات الرسمية، مع المؤسسات الأهلية. وأيضا في هذه المجال نفسه أصدر الاتحاد مجموعة من المطبوعات التي تتعلق بحقوق المرأة، كما دخل بعض البرامج والمشاريع بنتكلم عنها بعد شوي. المهم الوضع الراهن، سأقرأ لأني بطيئة في الكلام وعلشان ما أخذ الوقت كامل. طبعاً المسيرة الراهنة لمؤسسات العمل النسائي الأهلية على مدى العقد والنصف اللي نعيشه إحنا من الألفية الثالثة تظهر أن الجمعيات النسائية تنفذ مشاريع تنموية هامة جداً في مجالات تنمية المرأة وتمكينها وطرح مطالبها. والاتحاد النسائي نفسه أيضاً يحمل ملفات هامة حول حقوق المرأة، لكن هناك مجموعة من التحديات تواجه عمل المؤسسات النسائية وسعيها لتحقيق أهدافها. التحدي الأول هو الموارد البشرية، أي المكون البشري للجمعيات النسائية. تاريخياً الموج الأكبر في الانضمام للجمعيات النسائية جرت مع الانطلاقة الثانية، يعني في مرحلة السبعينيات، سبعينيات القرن طبعاً الماضي، واستمرت وإن بشكل أقل خلال النصف الأول من الثمانينيات. بعدين بدأ التراجع
إما على شكل قلة انضمام عضوات جدد أو تسرب عضوات وتوجههن لاهتمامات أخرى في الحياة. ويعود ذلك لعدد من الأسباب، أولها قلة البرامج والخطط التي وضعت لجذب العضوات جدد أو عدم استمرارية البرامج، وأيضا انفتاح السبل منذ السبعينيات أمام الشابة البحرينية للانخراط في مجالات عمل متعددة ومتنوعة مقارنة بالسابق شغلتها وأخذت وقتها، وكانشغالات البعض في تكوين أسر والانغماس في مسؤولياتها، بالإضافة لتنامي المد الديني في المجتمع واتساع تأثيره على فئات واسعة من الناس على مستوى الطائفتين منذ منتصف الثمانينات، حيث جرى توظيف الخطاب الديني وتحقيق الكثير من النجاحات في كسب عديد الشابات للانخراط في المؤسسات الدينية للعمل الخيري أو الديني أو الدعوي، ما أثر سلباً على الموارد البشرية للجمعيات النسائية ذات التوجهات الوطنية، خاصة وقد تجاوزت هذه الجمعيات في توجهاتها العمل الخيري نحو المطالبات بحقوق المرأة وتنميتها، وامتد تقلص الأعضاء على مدى التسعينيات. دخلت الألفية الثالثة وكانت القوى الدينية على تلاوينها في ذروة قوتها واتساعها وتأثيرها، أما اليسار بكل تلاوينه فكان في أضعف حالاته من حيث العدد والعدة والتأثير، وفي أجواء الانفراج الكبير الذي جرى وتوفر حريات الحراك خرجت القوى السياسية إلى العلن على شكل جمعيات سياسية تمارس العمل السياسي العلني، ونشطت نساؤها في هذا المجال. على صعيد قوى اليسار كلها وبما يملكه من تاريخ وتجارب في تشكيل المنظمات التابعة، ومثل ما كان لتنظيمه إبان العمل السياسي السري مثل ما كان له أجنحة تنظيمية للمرأة والشباب والعمال وغيرهم ويمثلون خطها الفكري والسياسي وينفذون ما يتسق مع ذلك من برامج، جرى التوجه على المستوى العلني لتشكيل مؤسسات أهلية محسوبة على هذا الخط السياسي أو ذاك، وهو حق مشروع لا غبار عليه، وضمن هذا التوجه هو حق مشروع، ولكن الإشكالية حدثت بعدين في المكون الأعضاء اللي انضموا. ضمن هذا التوجه جرى تأسيس عدد من الجمعيات النسائية الجديدة، وامتد الأمر لإنشاء مكونات عمل نسائي داخل الجمعيات السياسية، وبدورها حذت جمعيات الإسلام السياسي على تلاوينها أيضاً حذو قوى اليسار وأسست جمعيات نسائية ومكونات نسائية داخل جمعياتها السياسية محسوبة على خطها وتوجهها. ومن جانب ثالث وفي سياق تصاعد الحراك المجتمعي الواسع الذي جرى في الألفية الثالثة يعني مع دخولها، تأسست جمعيات نسائية أخرى من قبل فئات غير سياسية للتعبير عن الذات والرأي وعن طموحات كل فئة مجتمعية ورغبته في خدمة المرأة البحرينية بالسبل التي تراها ملائمة. موجة الجمعيات التي تأسست كانت كبيرة، الجمعيات النسائية، صدقوا أو لا تصدقوا نسيت النظارة مالت الكمبيوتر.
أشوف روحي الحين ما أشوفكم، الحين أشوف هني واضح. يعني ممكن الواحد يقول أنه جرى تدافع في تأسيس الجمعيات النسائية. ففي 2001 تأسست جمعية البحرين النسائية، وجمعية المرأة البحرينية، وجمعية المستقبل النسائية، وأشهرت جمعية فتاة الريف التي كان تأسيسها منذ عام 1970. في 2002 تأسست جمعية مدينة حمد النسائية، وفي العام نفسه تأسس فرع جمعية النهضة في المحافظة الوسطى، وفي نفس العام تأسست الجمعية البحرينية لتنمية المرأة. في 2003 تأسست جمعية المحرق النسائية الاجتماعية الثقافية. في 2004 تأسست جمعية المرأة المعاصرة، وفي 2006 مجموعة أخرى من الجمعيات، جمعية الإبداع النسائية، جمعية الريادة النسائية، جمعية الفجر الجديد النسائية، جمعية باربار النسائية، جمعية 2009 جمعية سترة للارتقاء بالمرأة، وفي 2012 جمعية المنطلق النسائية. أصبح المجموع مع الجمعيات الأقدم، عندنا جمعيات الأقدم النهضة والرعاية وأوال النسائية والرفاع أربع، لأن فتاة الريف لم تشهر في فترة السبعينيات. صار المجموع 19 جمعية نسائية وفرع لجمعية النهضة، بالإضافة طبعاً للاتحاد النسائي الذي يضم الآن في عضويته 9 من الجمعيات كما هو مثبت على موقع الاتحاد. صاروا 13 عيال حسبتي غلط. أنا قلت صاروا 19 المجموع. أنا أشعر أن جرى تدافع، ولكن لا أخفيكم سراً أنني رحبت في بداية الألفية الثالثة بالعدد المتزايد من الجمعيات النسائية الجديدة، بل وكتبت مقالاً صحفياً بذلك، وكان تأييدي بدوافع أن الحراك تعبير عن التنوع الموجود في هذا المجتمع، وأن لكل فئة الحق في تأطير نفسه والتعبير عن رأيه، إلى جانب أن ذلك التعدد قد يسهم في صد أي توجهات من أي جهة كانت للاستحواذ أو الهيمنة. لكني أعترف اليوم بأني كنت مخطئة في تقديري، خاصة في جزئية العضوية، بعد أن اتضحت ماهية القوى البشرية التي ضخت لعضوية بعض هذه الجمعيات، وخاصة جمعيات ذات التوجه الوطني. ماذا حدث على صعيد قوى التيار الوطني الديمقراطي؟ تركنا قوى اليسار لأن دائما صار المطروح خلال هذه المرحلة التيار الوطني الديمقراطي. كان جزء غير قليل من المحسوبات سياسياً على هذه القوى عضوات أصلاً في عدد من الجمعيات النسائية القديمة، ومن المجموعات ذاتها تشكلت عضوية عدد من الجمعيات النسائية الجديدة المحسوبة على التيار، ومنهن أيضاً تشكلت عضوية المكونات النسائية داخل الجمعيات السياسية، ومنهن كذلك كانت أهم الوجوه القيادية في الاتحاد النسائي. كل ذلك مع إضافات محدودة من القريبات والصديقات. لقد غدا المكون البشري النسائي القليل أصلاً
هو ذاته في كل هذه المكونات يتحرك في دائرة كبيرة أوسع كثيرا من حجمه وطاقته، ما بين الجمعيات النسائية والجمعيات السياسية وقيادة الاتحاد. ومع الوقت ورغم أهمية المشاريع التنموية الموجودة على يعني برامج وأجندات هالمؤسسات، مع الوقت واجهت مؤسسات العمل النسائي الأهلية صعوبات خاصة لها علاقة بالمكون البشري أو بالعضوات. تناقص عدد الناشطات في الجمعيات النسائية القديمة مما أثر على عملها وعطائها. أصبحت الناشطات مثقلات جداً بمهام متعددة ومتنوعة هنا وهناك وهناك بما يفوق طاقتهن بكثير. جرى بعض التداخل في سبل تحقيق الأهداف وفي طبيعة المهام والمناشط فيما بين الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي والجمعيات السياسية. اضطرت جمعية النهضة إلى إغلاق فرعها الذي تأسس حديثا في المحافظة الوسطى. خف الزخم الذي رافق تأسيس وإشهار عدد من الجمعيات الجديدة، أصبح بعضها يذكر بالاسم دون النشاط والعطاء. جمدت جمعية المستقبل بعد فترة، يعني جمدت جمعية المستقبل النسائية عضويتها في الاتحاد، ومؤخرا خرجت من عضوية الاتحاد جمعية رعاية الطفل والأمومة. أظهر آخر تحديث لبيانات الجمعيات النسائية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مارس 2016 أن هناك جمعيات نسائية مسجلة دون تحديث لبياناتها ودون أسماء لهيئاتها الإدارية، وهي جمعية المستقبل النسائية، جمعية المحرق النسائية الاجتماعية الثقافية، جمعية باربار النسائية، ولا أعرف ربما تكون قد توقفت عن العمل. على هالأساس مؤسسات العمل النسائي الأهلي اليوم تعاني من التناقص المتواصل في عدد عضواتها من جانب، وفي عدد الناشطات من أولئك العضوات، كما أن هذه المؤسسات غير قادرة على جذب دماء جديدة وعلى تفريخ قيادات جديدة، وهي حقيقة حالة شبه عامة في مؤسسات المجتمع المدني في مجتمعنا، وربما خاصة ذات التوجه الوطني المدني، ربما تكون ظاهرة عربية حتى في زمن الراهن. لقد غدت قلة العضوات وقلة الناشطات منهن أهم معضلة وأهم تحدي يواجه الجمعيات النسائية، وينعكس ذلك بالطبع على عضوية الاتحاد وإدارته، حيث تتكون جمعية الاتحاد العمومية من وفق نظامه الأساسي من 10 عضوات من كل جمعية. وتواجه الجمعيات أزمة لدى اختيار ممثلاتها في الاتحاد مع كل دورة انتخابية، فالبعض مثقل بالمهام داخل جمعيته، والبعض الآخر غير ملائم، والبعض الثالث تقدم في العمر وقلت طاقته في العطاء. إذن معضلة في المكون البشري، ممكن نقول ان اسبابها طبعا سبب رئيسي انا شخصيا اشوفه هو الكيفيه اللي تشكل بها عدد من جمعيات الانطلاقه الثالثه او الموجه الثالثه من الجمعيات والقوى البشريه التي ضخت فيها. العامل الثاني وانا مقتنعه بذلك تماما هو متوسط العمر المرتفع
لعضوات كثير من مؤسسات العمل النسائي الأهلية، وبالطبع للتقدم في العمر مقتضياته على أي حال، وهو يفرضها دون ما أن يستأذن من أحد. ثالثا، قلة البرامج الموجهة للشابات، وهذه كان يعني في السابق، قلة البرامج الموجهة للمرأة أو حتى للشابات، قلة البرامج وعدم يعني القدرة على استمراريته، وأحيانا عدم ملائمة الموجود منها. هذه يقودنا للحديث عن العنصر النسائي الشبابي. الشابات اليوم اهتماماتهن تقريبا مختلفة، متنوعة، ربما مغايرة، يفكرن في تحقيق ذواتهن بطرق أخرى كتكوين حياتهن العملية وتحقيق طموحاتهن، وجزء منهن لا يرغبن في عمل تطوعي غير مختلط. وقسم أنا أتحدث طبعا عن شابات في التيار الوطني المدني، وقسم ثالث وجد ضالته في العديد من المنظمات الشبابية الموجودة فعلا في البحرين. اليوم هناك جمعيات الهوى والهوايات، جمعيات خدمات تنموية للسكان والمناطق، وفي أسماء جميلة وغريبة وعجيبة طلعت، جمعيات طلابية، جمعيات صداقة مع الجاليات، جمعيات تنمية وطنية، جمعيات شبابية، جمعيات صحة جسدية ونفسية، جمعيات علمية، جمعيات موهبة وابتكار وإبداع، جمعيات المسؤولية الاجتماعية وغيرها. بصراحة أنا ما سجلت كل الأسماء، هذه موجود على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. على صعيد القوى الدينية ومؤسسات النسائية، التناقص في المكون البشري أقل بشكل ملحوظ، خاصة مع تداخل الديني بالسياسي، وخاصة في ظل الأزمة السياسية التي نعيش وتسييس الشارع في العموم. القوى الدينية في مسعاها لاستقطاب الناس وكسب أعضاء توظف الخطاب الديني، وهذا حقها، مثل ما للتيار الوطني الديمقراطي أو التيار الوطني المدني حقها، لها هي حقها، وهي تدقق في اختيار شباب وأعضاء من بيئات تعتمد في التربية بالأساس الجانب الديني. كما يجب أن لا ننسى أنها تجد في المساجد والمآتم معيناً لا ينضب. أما الشباب في مؤسسات العمل الاجتماعي ذات التوجه الوطني المدني وإن شئتم العلماني، فتنفتح أمامها الشباب آفاق واسعة تعزز حرية التفكير وحرية اختيار المسار الحياتي والعطاء التطوعي. هامش الحرية هنا موجود داخل الأسرة واسع، أضف لذلك حرية وصولهم للمعارف، مما يمكن الشباب في هذه الفئات من تحديد طموحاتهم واختيار توجهاتهم وطرقهم في التعامل مع الحياة بهوامش كبيرة من الحرية. إذن من الوضع المذكور نستنتج أن ذلك التدافع الذي حدث لم يكن مدروساً على الأقل في جهة المكون البشري الموجود والمطلوب لتأسيس بعض الجمعيات، وربما كان الوضع سيكون أفضل لو وجه الاهتمام بداية للجمعيات النسائية الموجودة أصلاً وطرحت برامج لتطويرها، وفيما بعد قد تتبلور الحاجة لتأسيس جمعيات نسائية جديدة أخرى. كيف سيكون مستقبل هذه المؤسسات النسائية الأهلية في ظل واقع مكونها البشري؟ أمر أنا أجهله للأمانة، وهو يثير القلق كثيرا، وقد تتبلور عندكم مخارج من هذه الإشكالية خلال المناقشة الآن أو لاحقا فيما بعد.
التحدي الثاني هو الموارد المالية. مؤسسات العمل النسائي الأهلي من جمعيات نسائية واتحاد نسائي تعاني من نقص في الموارد المالية، وممكن أن نستثني هنا المكونات النسائية التابعة لقوى دينية على تلاوينها، فهي تتمتع بوفرة مالية لتسيير عملها ومشاريعها، كما أن قد يكون الوضع المالي للجمعيات النسائية القديمة أفضل نوعا ما من الجديدة، وذلك بحساب الفارق الزمني في التأسيس والتمكن في العمل وتأسيس مشاريع مدرة نوعا ما للمال، ذلك إلى جانب ما كان متاحا من دعم مالي سنوي تتلقاه الجمعيات النسائية من الجهة الرسمية المسؤولة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا. خلال الألفية الثالثة توقفت المعونة السنوية من الوزارة، لكنها تحولت إلى مكافآت تقدم لبعض مشاريع الجمعيات التي تختارها الوزارة من بين المعروض عليها من مشاريع تطرحها المؤسسات النسائية الأهلية. ونتيجة للنقص في المكون البشري بتلك الجمعيات تناقصت المشاريع في بعض الجمعيات، وأصبح توظيف أطقم عاملة في المشاريع أمرا ضروريا من جهة أخرى. غدت الرواتب تستنزف حصة الأسد من الموازنات. أما الجمعيات الجديدة فغالبها يعاني من نقص واحتياج مالي كبير يجعلها غير قادرة حتى على تسديد اشتراكها في عضوية الاتحاد النسائي، وعدد قليل من الجمعيات الجديدة ممن ينتمي مكون عضواتها لفئات ونخب مقتدرة وقادرة على التمويل، فهي في وضع مالي أفضل لكنها قليلة. الاتحاد النسائي الوضع المالي، الكل يعرف أن الاتحاد النسائي عاش ضائقة مالية وأزمة خانقة ماليا لا زالت تداعياتها مستمرة. بالمحصلة الاحتياجات المالية تتزايد، ولكي يمضي العمل النسائي الأهلي قدما فهو بحاجة لتدبير موارده المالية، وحري بهذا الصدد أن نناقش بكل موضوعية الأوضاع المالية. مثلا علينا أن نجيب بكل شفافية عن أسئلة من قبيل: ما أسباب الأزمة المالية التي عانى منها الاتحاد النسائي؟ ولماذا توقفت أو ربما منعت بعض الموارد المالية؟ وهل بالإمكان استعادة الوضع المالي الأفضل الذي كان؟ وما سبل ذلك؟ وهنا لا يسع المرء إلا أن يشيد بالخطوة الإيجابية الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضعت يدها للتخفيف من أزمة الاتحاد المالية. عفواً. في الوقت ذاته لابد من الإشادة بالبيان الذي صدر عن الاتحاد النسائي بهذا الخصوص، الذي يشيد ب يعني دعم الوزارة ووقفة مع الاتحاد. وبتقديري الشخصي كلما تعززت العلاقات الإيجابية بين مؤسسات العمل النسائي الأهلي والجهات الرسمية المعنية، كلما أسهم ذلك في قطع خطوات للأمام باتجاه تحقيق أهداف هذه المؤسسات. التحديين اللي هما العضوات والمالية أو الموارد المالية كان له دور وأثر في بروز تحديات أخرى: البرامج ومجالات العمل في هذه المؤسسات. تقريبا تكاد أهداف جميع مؤسسات العمل النسائي الأهلي تتشابه، فكلها تصب في ثلاثة اتجاهات وإن اختلفت الصياغات، اللي هي حقوق المرأة، تنمية المرأة، وتمكين المرأة. وواقع الحال يعني طبعا يفترض أن تكون
كل البرامج والمشاريع والفعاليات في هذا الاتجاه اللي هي الأهداف الأساسية. واقع الحال يظهر أن بعض الجمعيات تشتت نفسها أحياناً بتنظيم أو المشاركة في فعاليات وبرامج قد تبعد عن أهدافه وتستنزف طاقاته. فمثلاً قد يبذل جهد ومال كبير على نشاط خيري أو على نشاط ترفيهي أو ما شابه، هذه قد يبعد الجهد عن أهداف الجمعية أو المؤسسة النسائية. بينما يعني نشاط الترفيه والعمل الخيري في جهات أخرى مجتمعية معنية بتحقيق هذا الشيء، والواحد يخاف أن يعني التوجه القليل للانضمام، التوجه المحدود للانضمام للجمعيات النسائية حاليا يكون في هذا الإطار، يعني تشدهم إما الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة الخيرية، وفي الغالب الترفيهية، فينضمون بهذا الهدف من الانضمام. أيضا في ضوء التداخل اللي أشرت له بين الجمعيات النسائية والجمعيات السياسية والاتحاد النسائي، قد يتم التركيز على جانب حقوقي على حساب جوانب أخرى. في ظل صعوبات الواقع البشري والمالي، بات من المطلوب أن تتجه المؤسسات العمل النسائي نحو التركيز والتحديد في مجالات عملها بما يتلائم مع أهداف من جهة وإمكانيات المتاحة من جهة أخرى، يعني لا نطرح مشاريع أكبر من حجمنا. فمثلا ممكن خاصة الجمعيات الجديدة ممكن اختيار ملف محدد من ملفات حقوق المرأة تكرس الجهود في العمل عليه، أو تدخل في مشروع تنموي واحد وإن يعني كان في إمكانيات ثانية. بالنسبة للاتحاد النسائي، نوعية البرامج، باعتبار أن الاتحاد النسائي اتحاد نوعي للجمعيات النسائية وليس اتحاد خرج للنور ممثلا للمرأة البحرينية في العموم، بظني ومنذ البداية كان وما يزال من الأجدى أن يضع الاتحاد في يد كل جمعية أحد الملفات الحقوقية لتشتغل عليه بتفاصيله تحت إشراف مباشر من الاتحاد، ويتفرغ الاتحاد في التركيز على المتابعة الشاملة للملفات مع الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية، ويكتفي أيضاً بجانب آخر هو جانب لوجستي تقريباً كإنشاء قاعدة معلومات أو ما يسمى مرصد حقوق المرأة، أو كتنظيم الحملات المجتمعية حول هذا الحق أو ذاك. أيضاً كان من الأجدى وما زال بالنسبة للاتحاد أن لا يكون الاتحاد جهة منفذة لمشاريع هي موجودة أصلاً وبشكل تنفيذي داخل الجمعيات أو على أجندته، كمكتب للدعم القانوني والأسري ومكتب لقضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري ومشاريع التدريب مثل مهارات الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية، التربية الاجتماعية والمالية للأطفال والشباب وغيرها. في ضوء أزمة الاتحاد المالية الحالية ربما توقفت بعض هذه المشاريع، وأتمنى أن لا يعود لها الاتحاد، يظل في موقعه القيادي. التحدي الرابع هو الفعاليات التثقيفية والتوعوية، هذا جانب مهم جدا باتجاه تحقيق الأهداف لدى أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأهلية. وواقع الحال يظهر أن الجمعيات النسائية بمعية الاتحاد ومثلها أيضا غيرها من مؤسسات المجتمع المدني الأهلية باتت تقدم
فعالياتها الثقافية والتوعوية لحضور من المنتسبات لها في الغالب والناشطات منهن على الأغلب، وواقعا لا يحضرها سوى عدد محدود من خارج هذا الإطار. وهذه المؤسسات تبذل الكثير من الجهد والوقت وربما المال لتقديم الثقافة والتوعية لأناس في الغالب يملكونها أو لا يعلمون سبل الوصول لها. أخشى أن أقول أن أصبح تنظيم وحضور الفعاليات نوع من الترف الفكري الذي نمارسه كمنظمون وحضور. أما الجمهور النسائي العادي الذي يحتاج لهكذا ثقافة وتوعية فبعيد. وقد أثبتت الزوبعة التي حدثت مؤخراً حول اتفاقية السيداو أن المجتمع في وادي ونحن مؤسسات العمل النسائي الأهلي في واد آخر. في الوقت ليس معنى ذلك أن يتوقف النشاط التوعوي التثقيفي، يظل نشر الوعي المجتمعي حول قضايا وحقوق المرأة هاماً وجوهرياً. وبتقديري الشخصي المهم الأساس هنا ونتيجة لكل المحبطات والصعوبات هي وصول مؤسسات العمل النسائي الأهلي للشباب إلكترونيا لنشر ثقافة حقوق المرأة وأهمية تنميتها وتمكينها بشكل مستدام من خلال المنصات اللي يعني ينشط الشباب في ارتيادها وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا ما قصدي الترويج الإعلامي لأنشطة الجمعيات وعرض صور فعاليات بقدر ما هو عمل منظم تطلع به لجنة خاصة بالنشر الإلكتروني في كل جمعية، مهمة نشر ثقافة حقوق المرأة البحرينية وتنميتها وتمكينها. التحدي الخامس بخلص من قريب هو الوقفات التقييمية التقويمية. عادة يتم إجراء تقييمات لعمل الجمعيات النسائية والاتحاد في المؤتمرات العامة، مؤتمرات قصدي الجمعيات العمومية، وأيضا في اللقاءات الأسبوعية. لكن المشكلة هي أن التقييم لا يتبع بالتقويم وتصحيح المسار في كثير من الحالات، والسبب في ظني أن تنوع وتراكم المسؤوليات الملقاة على كاهل المسؤولات في هذه المؤسسات، وأحياناً غلبت عدم القابلية لتقبل الرأي الآخر أو الاعتراف بالخطأ، فما بالك بالنقد. من المهم في ظني تقييم العمل وتوجيه أسئلة واضحة حول مثلا لماذا واجهتنا الصعوبة الفلانية أو العائق الفلاني، ما الخطأ الذي كان سبب يعني في تلك الصعوبة وما سبل تقويمه. وبظني أيضا لو تم التركيز على ملفات ومشاريع أقل تتلائم والإمكانيات البشرية والمالية لكل جمعية لتوفر الوقت والمجال لإجراء التقويمات اللازمة. بقى المعوقات الرسمية وهي تتمثل في قانون الجمعيات والأندية الأهلية الصادر سنة 89. لابد من القول أن من مطلع السبعينات كانت الجمعيات النسائية تعمل في ظروف صعبة ومقيدة يعني طول عمرها، وضمن هوامش محدودة من الحرية على غير صعيد بما يشمل جمع التبرعات، توفير التمويل اللازم لاستمرارية وتطوير العمل، أماكن تنفيذ الفعاليات، الفئات المستهدفة للبرامج، تشكيل الوفود الذاهبة لحضور فعاليات بالخارج، كلها لازم تاخذين شور عليها
أو موافقة أو عدم موافقة. زاد الطين بلة خلال الثمانينيات في إطار ما جرى على الأرض من تغيرات ومستجدات سياسية ومجتمعية، وفي سنة 89 صدر قانون الجمعيات والأندية الأهلية الذي قنن قيوداً إضافية على الجمعيات. وخلال العقد الأول من لما دخلنا مرحلة الانفراج في الألفية الثالثة، عرضت وزارة التنمية الاجتماعية على مؤسسات المجتمع المدني تعديلات على القانون، تبين أنها في جوهرها تتوجه نحو فرض المزيد من القيود. اليوم لا يزال القانون بتعديلاته في عهدة المجلس النيابي، ولا تزال مؤسسات العمل النسائي الأهلي وغيرها طبعاً من مؤسسات أهلية خاضعة للقانون تعمل تحت مظلته، بل وتخضع للتعديلات الجديدة التي لم تقر بعد. وهذا أحد الملفات الأساس برأيي التي أبلى فيها الاتحاد النسائي بلاء حسنا، ومطلوب منه اليوم حراك متواصل في الاتجاه ذاته من أجل قانون أكثر عدالة. طبعا كل ما ذكرته ما هو إلا اجتهادات قد تكون صائبة قد تكون خاطئة، لكن لعلها تفتح نوافذ للمناقشة المجدية الآن أو ما بعد. وشكرا جزيلا.